نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. جاء في الحديث عند البخاري عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى الملائكة قالوا اضربوا له مثلا، فجاء في آخر الحديث قال ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فهل يجوز أن نسمي الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفرق؟ لا، لأن التفريق على الإطلاق ذم، بل إن الرسول جمع الناس، جمع الله به بعد الفرقة وألف به بعد العداوة وأعز به بعد الذل ونصر به بعد الخذلان. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين جمعهم قال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وأظنه قال وكنتم أعداء فألفكم الله بي. ولا يمكن أن نسميهم المفرق. ليست على الإطلاق يا شيخ، ما تقال على الإطلاق، إنما تقال أن نفرق بين الحق والباطل. نعم، مثل ما سمى الله القرآن فرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل.